السلام عليكم. وقبل البداية ندعوكم مشاهدين إلى تشجيعنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. تطورات جديدة في قضية الصحراء بعد خطاب العرش. جدد الملك محمد السادس مساء الاثنين تأكيد التزام المغرب بنهج اليد الممدودة تجاه الجزائر والعمل على حل جميع القضايا العالقة بين البلدين وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية. وقال الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لاعتلائه العرش في معرض حديثه عن تسوية قضية الصحراء: إن المسلك الوحيد للتسوية المنشودة للقضية لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة في إطار مبادرة الحكم الذاتي. ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد مجددا التزامنا الصادق بنهج اليد الممدودة تجاه أشقائنا في الجزائر، مشيرا إلى روابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار التي تجمع على الدوام الشعبين الشقيقين. وأضاف الملك قائلا: وهو ما تجسد مؤخرا في مظاهر الحماس والتعاطف التي عبر عنها المغاربة ملكا وشعبا بصدق وتلقائية دائما للمنتخب الجزائري خلال كأس إفريقيا للأمم من مصر الشقيقة، ومشاطرة الشعب الجزائري مشاعر الفخر والاعتزاز بالتتويج المستحق بها، وكأنه بمثابة فوز للمغرب أيضا. وأكد الملك أن هذا الوعي والإيمان بوحدة المصير والرصيد التاريخي والحضاري المشترك هو الذي يجعلنا نطلع بأمل وتفاؤل إن العمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقة إلى الوحدة والتكامل والاندماج. ويرى مراقبون أن الملك محمد السادس يعتبر دائما أن اليد ممدودة نحو الجزائر من أجل التواصل إلى توافق بخصوص القضايا الأساسية وبخصوص بناء المغرب العربي. وفي هذا الصدد قال تاج الدين الحسيني المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس الرباط: إن الخطاب الملكي ليس بجديد في لهجة الملك محمد السادس، بل هو قديم وقد كرسه خطاب سابق طالب فيه العاهل المغربي الجزائر بإنشاء لجنة مشتركة لدراسة كل القضايا العالقة ووضع استراتيجية بخصوصها حتى فيما يتعلق بفتح الحدود والتعاون الثنائي وبناء المغرب العربي. وأضاف الحسيني في تصريح لنا: ولا نزال نذكر أن الجزائر في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة سبق لها أن أجابت بطريقة غير مباشرة على خطاب الملك محمد السادس من خلال اقتراح اجتماع للجان المغرب العرب، وهو اقتراح لم يكن في محله لأن أجهزة المغرب العربي مجمدة منذ عشرات السنين، ولا يعقل في جرة قلم أن تجتمع في وقت تبقى فيه الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة والعلاقة متوترة. وشدد المحلل السياسي أن الخطاب الأخير جاء كذلك في زخم التطورات التي عرفتها المنطقة من خلال الحراك الذي يدور في الجزائر، وخاصة وخلال تظاهرة كروية، ونعرف اليوم أن الرياضة تؤثر في السياسة والعكس صحيح في مناسبة فوز المنتخب بلقب كأس الأمم الإفريقية. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الخبر. طاب يومكم وإلى اللقاء.